أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج. يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الثور الأحد 8 أغسطس 2021. التقدم نحو الازدهار بين يديك، وستتاح لك أيضا الفرصة لتوسيع آفاقك. احذر من التورط كثيرا في مشاعر الناس من حولك، لأنك بهذه الطريقة تؤذي نفسك. قد يشجعك التأثير النجمي على التعبير عن شعورك تجاه شخص عزيز عليك. سيكون الصبر مطلوبا للتعامل مع شخص ليس لديه نفس القدر من البصيرة التي تمتلكها. يجب أن لا تفسد خطط الناس من حولك، لأنك ستفشل أيضا في خططك. لا ينصح بالسفر الآن لأن أفكارك مشغولة بالمهام العاجلة وأنت مشتت. اليوم فرصة مالية محظوظة في متناول يديك، والأشياء تحتاج إلى التغيير، ودفن رأسك في الرمال لن يساعدك. بعض التفكير العميق والدقيق في الموضوع الذي يهمك قد يكون ذو قيمة كبيرة الآن. لا تستسلم للمقترحات المتهورة. عاطفيا، تعدك النجوم بوقت مليء بالعاطفة ودوافع الحب. ستكون نشطا وشجاعا في الحب، وستكون لديك رغبات في المغامرات التي ستجلب لك فرصا جيدة للرومانسية. ببطء ولكن بثبات، يمنحك الصبر الثقة والأمان في كل خطوة على الطريق. طوال هذه الفترة تكون متوازنا وتجلب لك شعورا بالاستقرار والانسجام في حياتك. قد تكون هناك خلافات في عائلتك يمكنك تجنبها لتجنب الاكتئاب الناجم عن بعض الكلمات المسيئة المتبادلة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لجميع أنواع النزهات. ستجد نفسك محاطا بأشخاص مثيرين للاهتمام ومؤثرين، قد يرغبون في أن يكونوا مفيدين لك ويدعمون خططك ومشاريعك. لن تكون أفعالك موضع تقدير جيد ما لم تفكر فيها مسبقا. ستتاح لك الفرصة لإضافة التغيير الذي تشتد الحاجة إليه في حياتك. استمع إلى النصائح التي تفيدك. مهنيا، استعد تدريجيا. العلاقات المربحة مع شركائك في العمل والتي ربما تكون قد دمرتها بسبب أفعالك الطائشة، حاول أن تكون أكثر صبرا. المشاعر شديدة وقد يكون الموقف على وشك الانفجار عاليا. لديك القدرة على تصحيح الموقف المحتضر وتحويله إلى قصة نجاح كاملة. قرر ما إذا كنت متأكد من دقة أفعالك. تذكر أن سحرك يمكن أن يخلق المعجزات، لكن لا تعتمد عليه فقط لتحقيق أهدافك. يمكنك السفر وزيارة أقاربك، لكن كن حذرا خلف عجلة القيادة. لا يوجد وقت مثل الوقت الحاضر لإجراء تغيرات، ولكي نكون صادقين، التغيير هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه. ستظهر لك فرصة مالية هائلة قريبا. احرص على عدم إيذاء شخص ما ولا تفرض رأيك. توافق برج الثور في الحب مع برج الحوت. توافق برج الثور في الصداقة مع برج الحمل. توافق برج الثور في العمل مع برج السرطان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.